رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح السابع. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله. أقبلونا، لم نظلم أحدا، لم نفسد أحدا، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا، لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، بل كنا مكتئبين في كل شيء، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف. لكن الله الذي يعزي المتضعين عزانا بمجيء تيتوس، وليس بمجيئه فقط، بل أيضا بالتعزية التي تعزى بها بسببكم، وهو يخبرنا شوقكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي، حتى أني فرحت أكثر، لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم، مع أني ندمت، فإني أرى أن تلك الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة. الآن أنا أفرح، لا لأنكم حزنتم، بل لأنكم حزنتم للتوبة، لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا. فإنه وزع حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم أنشأ فيكم من الاجتهاد، بل من الاحتجاج، بل من الغيظ، بل من الخوف، بل من الشوق، بل من الغيرة، بل من الانتقام. في كل شيء أظهرتم أنفسكم أنكم أبرياء في هذا الأمر. إذن وإن كنت قد كتبت إليكم فليس لأجل المذنب ولا لأجل المذنب إليه، بل لكي يظهر لكم أمام الله اجتهادنا لأجلكم. من أجل هذا قد تعزينا بتعزيتكم، ولكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا، وأحشاءه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. أنا أفرح إذن، إني أثق بكم في كل شيء. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. في الإصحاح ده بيتكلم عن الالتزام، لكن أيضا بيتكلم عن الحزم، والنقطة ده هي نقطة مهمة قوي، إنها تكون قدام الإنسان، إن الإنسان لازم يكون ملتزم، ولازم يكون في حياته شكل من أشكال الاهتمام بالطاعة، وصية، عدم العناد، ويمتد في هذا السلوك أن يكون بلا لوم. وفي الإصحاح ده بيتكلم بأن إحنا بنعيش في حياتنا وبنمارس توبتنا لأجل مواضيع كثيرة نتعرض لها، لكن لازم الحزن ده يكون حزن يتحول في طاقته إلى طاقة توبة. اسمع كده في عدد 10 يقول إيه؟ لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا. عشان كده إحنا لازم نحزن عن خطايانا، والحزن ده هو يكون بحسب مشيئة الله، وهو اللي بيسند الإنسان علشان يقدر يقدم توبة صادقة. إن كنا في أيام أصوام، فالصوم يناسبه جدا فترات التوبة، والصوم علشان يبقى فيه توبة حقيقية لازم الإنسان يشعر
بالندم وبالانسحاق وبالحزن على خطاياه، بالضبط زي الإنسان اللي بيشعر بالألم في المرض، لكن ده بيتحول إلى توبة لخلاص بلا ندامة. وده تدريب حلو لنا كلنا، إن الإنسان يحزن أيوة بس حزن بحسب مشيئة الله، والحزن ده يتحول إلى توبة لخلاص بلا ندامة. لكن حزن العالم اللي بيسبب الاكتئاب بيسبب القلق بيسبب الضيق، هذا ينشئ موتا في حياة الإنسان. ربنا معكم. Thank you.